الساعة 10 ليلا كنا نجلس بعد مشاهدة مباراة في التلفاز في مقهى ريحنا جلسنا نتحدث قليلا أمور دينية يعني لا علاقة لها بإجرام ولا شيء. جلسنا نتحدث شي 15 دقيقة ديال التحدث ريحنا بينما خرج طاهر وقف معنا قليلا ثم شهر سكيني سكين واحد أم اثنين سكين كان مسلح في حادتين و دوزو معنا نحن قلنا ثم ما كاينش تعرف ليكم ما كاينش لي اديكم ما كاينش كاين الطار ولا لا صافي كبلوا داكشي باش شي قديم شنو لا ما كاينش حاجه قديمه هادشي راه بيني وبين الله سبحانه وتعالى بيني وبين الله سبحانه وتعالى ما كاينش علاش نكذب ماشي نخاف منك انت ولا نخاف من شي واحد اخر خاف من الله سبحان الله انا نقول شي هذا نقول الصراحه شوف ما بقاش يأنبني ضميري سميتك وتعرفوا الصراحه في هذاك الغا في الكاميرا كمل ثم شهر سكيني اللتان كانتا حادتين ثم اقترب عند الضحية قرب سكيني عند الضحية الضحية هو بعد سكيني فهمت بحال لا حس شي حاجة كاين هذا الإصابة هذا الإصابة شوية بقى وقت معنا حتى ضربة ما قالش شنو السبب لا ما قالش ما كانش السبب فضل أن يتقدم مباشرة إلى هذه المصلحة اعتقادا منه بأن عملا كان ينتظره قد قام بإنجازه وهو تصفية الضحية والسلام إذا لا داعي للاختفاء ولا داعي بأن ينكر أو يتملص من منسوب إليه أعتقد بأنه شخص شجاع حاول أن يضفي على القضية جميع حقائقها من جميع الجوانب رغم أن الأسباب الحقيقية أو المؤدية إلى هذه الجريمة يلفها نوع من الغموض ونوع من عدم أنا لست مقتنعا بهذه الرواية لأن سمعت روايات أخرى قبلها لذا أرجو من الظهر بأن يتحلى بنوع من المنطق ونوع من الواقعية وأن يقول وأن يفضي صراحة بما هي الأسباب التي جعلته يقدم على ارتكاب هذا الفعل. أنا كنعرفك رجل طيب كنعرفك رجل حكم كنعرفك بعد كنت في الجامعة وبعد كنت مقارب واحد المشكل وبعد كنت أنا هذيك الساعة رئيس دائرة وجيت عندك ولقيتك مداتي وجابوا لك الناس رجال المطافي وما بغيتيش تسلم ليهم ولكن الوقت اللي جيت عندك أنا من بعد طه نعم حيد داكشي من يدك واجي عندي نفك لك المشاكل ديالك كامله وبالفعل بيتي الطلب وجيتي ومشيتي وبالفعل درنا لك دوسي كتقول فيه داكشي اللي هو كاين هذا ومشيتي للمحكمه وهذا الى اخره اذا انا كنعرفك انت صريح ما كاينش دابا الانسان يقول شي حاجه اصلا هي ما كايناش خذ كل خذ تفضل كل عارف الخاطر نعم سمعتيني نجيب لك شي قهوه نجيب لك شي قهوه لا والله غادي تصبر نجيب لك شي قهوه لا خلي لي ديك الفصال بغيتي لا صافي اخويا صافي لا غنزيدو زيدو صافي تشيكي عمرك ما تجي الله يحفظك صحاب الكاريان الحق تيهربو منو تيشهدو زور شهادة زور الحق راه متيقولوش الحق متيقولوش إش قال؟ إش قال عن صحاب الكاريان ما فهمتو يزورون الحقيقة لا يقولون الشهادة صادقة
الحسيد ولا الحرام. هذا شيء كتبولي حسادة ولا قول جمال حسادة، انا تنعرفهم قلت لك تنعرفهم حاسدين حاسديننا على خدمه.